وللحديث حول هذا الإنجاز ينضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة دكتور محمد مبارك بن دينا. مساء الخير دكتور. مساء النور، يا هلا مرحبا دكتور. يعني ماذا يمثل فوز مملكة البحرين بعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج الخاص والمعني باتفاقيات المواد الكيميائية والنفايات؟ في البداية إذا تسمح لي أبارك بهذا الفوز في عضوية الكرسي في المجلس التنفيذي إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين. يمثل طبعا الفوز في هذا الكرسي هو الموافقة من قبل العديد من الدول، سواء من الدول النامية أو الدول المتقدمة، ولمملكة البحرين لتكون عضو فاعل في المكتب التنفيذي. وهذا إنما يشير إلى قبول مملكة البحرين في المجال البيئي وتقبلها من قبل جميع الدول. نعم. في الأمم المتحدة. نعم. طيب دكتور، يعني لو تحدثنا عن الخبرة التي تتمتع بها البحرين في هذا المجال حقيقة، والتي يعني أهلتها لتحقيق النيل لهذه العضوية. والله الفوز ما كان غريب على مملكة البحرين. مملكة البحرين فازت في عديد من المجالات على مستوى الأمم المتحدة. نعم. والمجلس الأعلى للبيئة كان من ضمن الدول التسع اللي في العام الماضي في اتفاقية بازل فاز في جائزة الامتثال على مستوى العالم، فكنا الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون ومن الشرق الأوسط اللي فزنا في ذي المركز. فالتزام مملكة البحرين فنيا في الاتفاقيات الدولية أهلها أنها تكون عضو في المكتب التنفيذي. نعم الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، شكرا جزيلا لك.